ما معنى اسم شيرين؟ عندما تبحث في الأسماء حولك سوف تجد بأن هناك عدد من الشخصيات يحمل اسم شيرين، لأن الاسم من أكثر الأسماء المستخدمة حتى الآن، فهو من الأسماء السهلة النطق ولها جاذبية لدى الكثير من الآباء والأمهات الذين يحاولون دائما اختيار اسم مميز لبناتهم. ولأن الاسم له مميزات خاصة، سوف نعرض عليكم مجموعة من الصفات الخاصة بهذا الاسم حتى لا تتردد في استخدامه بعد التعرف على شخصياته، مميزاته وعيوبه. اسم شيرين هو اسم علم مؤنث له أصول فارسية وكردية، يدل على الفتاة شديدة الجمال والحلاوة، فيذكر قاموس المعاني بأنه الحلوة واللذيذة والكاملة، لذلك يحمل الاسم مكانة فريدة وجذابة لجمال معناه. من صفات اسم شيرين أن حاملة هذا الاسم تكون ذا شخصية واثقة من نفسها، تتمكن من لفت أنظار الآخرين لأنها تتمتع بكاريزما مختلفة، تتفانى في مجال عملها وتبذل قصارى جهدها لكي تثبت نفسها، تحب أصدقائها وتقدم المساعدة لهم، فهي سند هائل لمن حولها، لديها حس مرهف ورقيق للغاية، وتفضل الاهتمام بالموضة والأزياء حتى تظهر في أكمل شكل لها أمام المحيطين، يساعدها اهتمامها بمظهرها على خلق جاذبية لشكلها أمام الجميع بمجرد التعامل معها، لما يبدو عليها من جمال ولباقة فاسمها حقا يعكس صفاتها الشخصية. من عيوب شخصية شيرين أنه قد يرى البعض أنها شخصية سطحية عند عدم فهم تصرفاتها بشكل صحيح. عصبية وانفعال بسهولة من أي موقف يمكن أن يمر عليها، خصوصا المرتبط بصفاتها الشخصية، تحتاج دائما إلى السيطرة على انفعالاتها السريعة وتفكر قبل أن تتكلم في مواقف معينة، دائمة القلق والتوتر بشأن الأحلام التي لم تتمكن من تحقيقها. لديها ثقة زائدة يمكن أن تجعلها تحب أن تسمع الإطراءات والتفاخر بشخصيتها.